لأنك حبيبتي وحلمي اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينساه، ودايما يفكرني بيك الغياب، ودايما يفكرني بيك الغياب. كل ما بقدر يوم انساك برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشانك، رد يا بغل طلع عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكرني بيك الغياب، لانك حبيبي وحلم اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكر بيك الغياب. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور وعمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور عمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور عمري يفوت، تعبنا بقدر يوم انساك، برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشان، راضي يا ابو قلبي انه معاك. عشرين ألف جنيه؟ غصب عني يا حبيبتي، كنت مستلفهم من سالم صاحبي، وكتبت على نفسي شيك. وانت ازاي عملت كده من ورايا؟ ما قدرتش استلفهم منك، كرامتي نقحت عليا بصراحة. كرامة ايه بس وبتاع ايه؟ على الأقل ما كنتش هكتبك شيك على نفسك. اهو اللي حصل بقى. بس ازاي فجأة كده ما بقاش معاك سيولة؟ كل السيولة اللي عندي حطيتها في شقة اسكندرية اللي خدناها سوا، وبعدين السياحة نايمة زي ما انت شايفة ومفيش شغل. طب والعمل؟ الحمد لله يا حبيبتي، ربنا كرمني برحلة لأسوان. اديني انت العشرين ألف جنيه دلوقتي، وأول ما هرجع من الرحلة هديكي كل الفلوس اللي طلعت بيها.
حاضر، هعدي على البنك بكرة قبل ما اروح العيادة. ربنا ما يحرمنيش منك ابدا يا حبيبتي. متشكر جدا، اوعدك ان دي هتكون اخر مرة استلف فيها منك حاجة. حبيبي وانت جنب بابا. انت لسه ما نمتش؟ كان نفسك تلاقيني نايم ولا ايه؟ لا ابدا. ليه بتقول كده؟ كنت فين لغايه دلوقتي يا ادم؟ كنت بوصل جميل. وانت متعود لما توصل جميل اتاخر كده؟ لا يا دوب يعني، بس مسافه السكه. السكه ايه؟ من هنا ل 6 اكتوبر تاخد ساعه زمن رايح جاي. تعالى بقى بابا، الزحمه يعني وكده. زحمه؟ ولا بتقعدوا في مكان تكملوا كلام كل ما عرفتوش تقولوه هنا في البيت؟ ليه بابا بتقول كده؟ عشان هو ده اللي انا حاسه، وده اللي انت حاسه وبتحاول تداريه عليا يا ادم. اهتمامك بالبنت دي بقى عجيب قوي. انت سبت الشركه النهارده بدري عشان تلحق تقابلها هنا في البيت؟ هو ده بقى اللي شغلك عن نهى اليومين دول؟ هي نهى اشتكت لك مني ولا ايه؟ وانا هستنى من نهى تشتكي لي؟ انت عارف هي غاليه عندي قد ايه؟ وأكيد عزيز عليك أنت كمان، لأنها مراتك، ولا نسيت؟ لا ما نسيتش. ما سألتش نفسك لو نهى عرفت بموضوع جميلة ده ممكن تعمل إيه؟ ده لو في حاجة أصلاً يعني، ما فيش حاجة. شفت بقى؟ أول مرة تكذب عليا. ما تخلينيش أكره جميلة دي إنها علمتك تكذب عليا. بص يا آدم، موضوع جميلة ده مش هيزيد عن انك عايز تفتكر ايام حلوه كلنا نسيناها، عايز تسترجع ذكريات الطفوله. بس انا عارف ان انت اذكى من كده. انت اذكى من انك تخسر نهى عشان شويه ذكريات. تصبح على خير، اطلع نام. ما فطرتيش ليه الصبح؟ ما عجبكيش الفطار؟ ماليش نفس. طيب اجيب لك لعب بحر تلعبي مع الولاد؟ لا. طب انا عندي فكره هايله، نروح انا وانتي نلعب بينج بونج. ما بعرفش. انا اعلمك. انت كمان ما بتعرفش. مظبوط. جدو عايز انزل البحر. لا بلاش يا حبيبتي، انا بخاف من البحر. ليه يا جدو؟ عشان بابا وماما ماتوا فيه؟ يلا يلا اجري هناك، يلا 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 جري بقى يلا. صباح الخير. صباح الخير. يلا معانا. فين؟ عندنا فون بارتي. لا بلاش، انا اخاف لحسن تتزحلق وتقع. ما بتضحكوا على ايه؟ عشان احنا هنلعب عشان نتزحلق ونقع. اسمك ايه يا حلوه؟ زينه. طب يلا معانا يا زينه. يلا ركزي في الكلام اللي بقوله لك ده. الشغل هنا صعب جدا، وهيتعمل لك اختبار ما طلعتيش فيه مش هتتعيني. فاهمه؟
حيلك حيلك يا عم محمود، في ايه؟ انت هتخوفها من الشغل قبل ما تشتغل؟ لا لا، باذن ساعتك يا باشا، لازم تفهم ان زيها زي غيرها، مفيش هنا واسطه. طب ايه رايك بقى ان عندها واسطه وانا واسطتها مش انت؟ خلاص ربنا يخليك يا مستر حسام. بس لازم تفهمي وفاء ان الشغل هنا فعلا صعب، بس على قد ما تحبيه على قد ما تتعلميه بسرعه. ان شاء الله احب. ولازم كمان تتعودي ان انت تشتغلي صح تحت ضغط زحمه الشغل. حضرتك متاكد ان هنا بيبقى فيه زحمه؟ لا ما يغركيش النهارده، اصل النهارده الثلاث اجازه جميله، والزباين كلها عرفت ان اجازتها الثلاث، فما بقوش يجوا اليوم ده اصلا. عشان كده مش عارفين نغير يوم اجازتها عشان ما نلخبطش الزباين. للدرجه دي جميله شاطره في شغلها؟ وانا متاكد ان انت كمان هتبقي شاطره زيها. يلا محمود عرفها الشغل واحده واحده، ولو شد عليك اشتكي لي، انا بقول لك اهو. ولو هي شدت عليا باش اشتكي لمين؟ اشتكي لربنا يا محمود. يلا يلا بنت ورايا. تعال بص. ممكن ناخد من وقت الجميل شويه؟ بس ليا طلب عندك وتجاوبيني عليه وبكل صراحه. عزه، انت فعلا قلتي للمدير بتاعك انك هتسافري مكان احمد من غير ما تاخدي موافقته؟ اه ولا لا؟ هي ماما ياخد موافقته ليه؟ هو اتجوزني عشان يربيني من اول وجديد؟ يا خساره يا عزه، للاسف ما سمعتيش كلام اللي انا قلته لك المره اللي فاتت، بتعملي اللي في دماغك وبس. سمعته يا مامي وحاولت انفذه بس مفيش فايده، ده اصلا بني ادم ما بيفكرش غير في نفسه خلاص. هو برضو اللي ما بيفكرش غير في نفسه. كنت عارفه ان حضرتك هتطلعيني انا اللي غلطانه. انت جايه هنا وعارفه انك غلطانه من الاصل ومش جايه تشتكي من احمد زي ما فهمتيني. امال جايه ليه يا مامي؟ جايه علشان نضغط عليه ويوافق ان حضرتك تسافري. اصلا بقى حكايه ان انا لازم اخد موافقه جوزي قبل ما اسافر والجو ده خلاص خلص من زمان يعني. عندك حق، موضه قديمه فعلا. انت ممكن تسافري من غير ما تاخدي موافقته، بس للاسف هتبقي كسبتي سفريه وخسرتيه هو للابد. لازم اعوده من اولها ان هو ما يوقفش قدام مستقبلي ولا نجاحي. يا سلام، افهم من كده ان مستقبلك ونجاحك مش مرتبط غير بالسفريه دي؟
طب فرضنا يا ستي احمد ما اعتذرش عنها، كنت هتعملي ايه ساعتها؟ خلاص يا مامي، شكلي غلطانه ان انا جيت اتكلم معاكي النهارده. يا سلام، كلمه الحق بتزعلك قوي؟ ليه يا بنتي؟ ما فكرتيش لحظه واحده احمد ليه فكر ان يقعد جنبك عن انه يسافر؟ ما بفكرش غير في ماتش العند اللي بيلعبوا معايا، وان انا لو فضلت اسمع كلامه هيمشيني على مزاجه طول عمري. انا مش فاهمه، ما تكونيش اتجوزتيه عشان ماتش العند اللي انت بتتكلمي عنه ده؟ لا، اتجوزته عشان كنت فاكره ان هو بيحبني وهريحني من تحكمات بابي، وانه هيديني حريتي اللي اتحرمت منها طول ما انا عايشه في البيت ده. بس واضح انه ما فرقش كتير عن بابي. بس على فكره انا عمري ما هسيبه يتحكم فيا. انبسطتي في البحر يا زينة؟ طيب بكره كمان هنزلك يا حبيبتي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا أستاذ إبراهيم، يا ريتك جيت معانا. مش قلت لك يا ليلى اللي جده بيخاف من البحر؟ عيب يا زينة، عيب، اسمها التونت ليلى. ما خلاص بقى احنا بقينا أصحاب، مش كده يا زينة؟ أيوة كده يا ليلى. يا حبيبتي، طب عارفة إن بالليل في شو كبير؟ هتبقي موجودة؟ طبعا يا حبيبتي، نتعشى مع بعض وبعدين ننزل. ماشي. طيب عن اذنك يا استاذ ابراهيم. اتفضل يا فندم. باي يا زينه. باي باي. يعني خلاص لازم تقولي لها جده بيخاف من البحر. من غير ما اقولها هي عرفت لوحدها. جبت لك شوربه البصل اللي بتحبيها. ما انت عارف يا آدم أنا بطلت أشرب شرب. أنا أشربها لك بنفسي، بس نحط الفوطة دي بس كده معلش. بسم الله الرحمن الرحيم. افتحي بقك يا حبيبتي. أوبا، حلوة؟ كفايه كده يا ادم والنبي، مش قادره. كانت وحشاك الشغل؟ انت كنت وحشني اكتر. تقصد ايه؟ قصدي اني بقالك كتير قوي ما سمعتش صوتك دافي كده. صوتي دافي؟ تنسي ان انا اصلا بتاعت مزيكا، وان الاصوات هي الحاجه الوحيده اللي بقدر اشوفها دلوقتي؟ طب فهميني بقى، يعني ايه صوتي دافي؟ يعني مليان حب، حتى لو الحب ده تعبك، وهيفضل تعبك يا ادم طول ما هو جواك. فاكر لما قلت لك انك عمرك ما حبيت؟ لما خطبت نوع ما قدرتش اقول لك انك استعجلت، كان عندي امل زيك إنه يمكن تكون هي دي البنت اللي ربنا شايلالك. ولما كتبت كتابك عليها كنت متأكدة إن ده بضغط من بابي، بس لسه فضل عندي أمل إنه بحبها تعوضك عن الإحساس اللي كان نفسك تعيشه معايا. نفس الإحساس ده يا آدم اللي انت عايشه مع جميلة دلوقتي. بس جميلة ظهرت متأخر أوي. مش يمكن ظهرت بدري وانت ونوع لسه على البر؟ على البر ازاي بس؟ ده احنا كاتبين كتابنا. بس مفيش دخل. انا مش قصدي يا ادم ان انت تسيب نوع، بالعكس نوع صعبان عليا، صعبان عليا تبقى كاتب كتابك عليها وانت بتفكر في واحده تانية. حتى مش قادر اخونها بمشاعري. خلاص يبقى تسيب جميلة، حتى لو هتتعذب شوية، بس اكيد العذاب ده يا ادم اقل بكتير من عذاب ضميرك ناحيتنا. ماشي
تاكلي رز بالخلطة؟ طب تاكلي رز من غير خلطة؟ برضو لا. طب بيكاتها. مساء الخير. مساء الخير ليلى. زينة حبيبتي. كويس ان سعادتك جيتي دلوقتي، مش عايزة تاكل اي حاجة. يا حبيبتي تعالي يا زينة وانا اقول لك احلى حاجة في البوفيه ده كله ايه. تعالي. بصوص ابيض يا زينه وفراخ مشويه، هتحبيها قوي. مكرونه اوكي. اهلا، هو دلوقتي بقى اوكي؟ ما انت يا جدو اللي مش عارف تاكلني، وكمان طلعت انا غلطان في الاخر. اه يا رقيمه. طيب فين طبقك يا ابراهيم بيه؟ انا زيها ضارب لخمه مش عارف اكل ايه. يبقى تاكل زينا، امرك لله. خلاص ماشي، ثلاثه بينا بصوص ابيض. تحت امرك يا بنت. يلا اتفضلوا على الترابيزه. مش لما يغرفوا لنا الاول؟ لا لا لا، هيجيبوا لنا الاكل لغايه عندنا. اه لو كنا عرفنا كده كنا اتعشيت معاك امبارح. يلا اتفضل. خلي الطبق هنا يا شيف بعد اذنك. عجبك الاكل يا زينة؟ حلو قوي. بالهنا والشفا يا حبيبتي. وانت يا استاذ ابراهيم؟ تحفه، بس مش عارفك ان ده احلى حاجه موجوده في البوفيه. اصل انا قديمه قوي هنا. علشان كده كل عايزين يشيلك من الارض شيل. مش بقول لك انا قديمه هنا؟ ويا ترى تعرفي حد في الاداره؟ طبعا، ليه بتسال؟ يعني النهارده الاكل الفطار يعني ما كانش قوي. لحظه واحده. هي تعملي ايه؟ هسجل. وايه كمان؟ وايه كمان وايه كمان؟ الروم سيرفيس اتاخر شويه. وايه كمان؟ وايه كمان وايه كمان؟ لا اديني فرصه افكر بحجه ثانيه. طب انا في انتظارك، فكر براحتك وقول لي. وبعدين بقى اخرتي معاكي ايه يا امين؟ ما بقاش يعدي يوم من غير ما اشوفك او اسمع صوتك. لاول مره في حياتي ما بقاش عارف انا حاسس بايه ولا عاوز ايه ولا حتى هوصل لفين. أنا كمان مش عارفة أوصل معاك لغاية فين. كان نفسي أكون مفتحة دلوقتي عشان أشوفك وأعرف من عينيك أنت شايفني إزاي. خدتني من إيدي على الدنيا اللي كنت فاكرة نفسي هفضل مخصمها طول ما أنا مش قادرة أشوفها. إيه اللي خلاني أسمع كلامك؟ ايه اللي خلاني مرتاحه ومطمنه طول ما انا معاك؟ يا ترى كنت عارفه ان انا ولا رديتي وخلاص؟ ايوه كنت عارفه ان انت. عامله لك رينج تون مخصوص. رينج تون مخصوص عشان تردي عليا ولا عشان ترفضي لي؟ اديني رديت عليك اهو. انا كان في واحد صاحبي قال لي ان في مطعم فتح جديد وعاملين اوفر حلو عشان السوفت اوبننج، فقلت اكلمك نتغدى سوا. وامتى بقى يخلص الاوفر ده؟ بكره. افهم من كده ان انت عايزنا ننزل بكره؟ يعني عايزانا نضيع الفرصه. انت متاكد ان انت بتتكلم دلوقتي عشان الفرصه دي؟ بصراحه لا، أنا بتلكك عشان أشوفك. من غير ما تتلكك ولا حاجة، أنا أصلاً كنت عايزة أشوفك. أنت تصدقي أنا حبيت المطعم ده من قبل ما أروحه؟ إيمان وبابا عندهم حق،
مش هتعرف تخبي جميلة عن نهى، ومش هتقدر تخبي نهى عن جميلة. لا يمكن هتحتفظ بيهم هما الاثنين، حتى لو كنت محتاجهم هما الاثنين. لازم تختار بين نهى وجميلة. مش ذنب نهى انها حبيتك وتجوزتك وامنت لك وادت لك اغلى حاجة عندها، ومش ذنب جميلة انها ما ظهرتش غير بعد ما كتبت كتابك على نهى. صحيح ما هوش ذنبك انت كمان، لكن ما فيش حد غيرك هيدفع الثمن. لو ما اخترتش بينهم هما الاثنين هتخسرهم هما الاثنين. نصيبي بعدني عنك زمان، وأخلاقي هتمنعني عنك دلوقتي. من النهاردة مفيش جميلة، مش هقابلها، مش هكلمها، حتى لو كلمتني مش هرد عليها. هي زينة فين؟ لا دي هتفضل نايمة للظهر، لعب وتنطيط طول النهار. ربنا يخليها لك. ما بقاليش في الدنيا دي كلها غير هي. أنا من ساعة ما شفتك وأنا مكسوفة أسألك، هي باباها ومامتها فين؟ ماتوا، غرقوا في البحر من كام شهر. يا حبيبتي. ومن يومها نفسيتها تعبانة جدا، عشان كده الدكتور قال لي لازم أغير لها جو وأفسحها طول الوقت. عشان كده انت بتخاف من البحر؟ بكرهه، عشان خاطف بنتي وجوزها ويتم زينة في السن الصغير ده. ربنا حطك في امتحان صعب، لازم تنجح منه. عارفة كانت ممكن السفرية دي كلها تبوظ لولا انك ظهرتي في اخر لحظة. انا كمان حبيت زينة قوي وتشدت لها اكتر ما هي تشدت لي. شفت في عينيها نظرة حزن غريبة ما فهمتش سببها غير دلوقتي. قوليلي انت يعني عايشة لوحدك؟ مكسوف تسألني متجوزة ولا لأ؟ لا مش شايف في إيدك دبلة يعني. أنا متطلقة من 6 سنين، وقبلها عشت مع جوزي 7 سنين. وعندك ولاد؟ لا، وهو ده سبب طلاقي. بعد الجواز بفترة اكتشفت إن أنا ما بخلفش، فضلت أتعالج كتير بس مفيش فايدة. أنا آسف جدا إني فكرت بحاجة زي كده.
لا 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 خالص، انا اساسا عمري ما نسيت. عشان كده لما اطفال الاوتيل كلهم حواليكي ساعات بقول ربنا حرمني ابقى ام، عشان ابقى ام لكل الاطفال اللي قابلهم في سكتي. طب يلا نشقر على زينه، ما هي واحده من الاطفال دي برضه. أستاذ أحمد؟ تسلم، ربنا يخليك. طبعا انت عايز تعرف انا جيت لك ليه دلوقتي. طبعا عزه جريت عليكم وقالت لكم ان انا مناحه من السفر. بسم الله ما شاء الله، ايه الحلاوه دي؟ قالت لماما وماما قالت لي. طب يا رب بقى تكون حاجه كل حاجه. عارف يا سيدي ان السفريه دي كانت بتاعتك في الاول، وان اي راجل مكانك ما كانش هيوافق ان مراته تسافر بالشكل ده. طب الحمد لله انك بتقول كده، بس انت بقى وعزه وضعكم مختلف عن اي راجل وست تاني. قصدك ايه يا ادم؟ عزة بين نارين، بتحبك وعايزة تقرب لك ومش عايزة تزعلك، وفي نفس الوقت يعني بتتدلع عليك دلع كده اللي ما عرفتش تاخده من بابا. أنا مش قادر أستحمل دلع أكتر من كده يا ادم. لا هتستحمل عشان بتحبها. ما سألتش نفسها لغاية إمتى هستحمل؟ بص يا أحمد، أنا متأكد إنك لو وافقت إن عزة تسافر السفرية دي هتشيلها جميلة طول العمر. لا يا ادم، عزة لو سافرت هتزيد فيها، ويا عالم تطلب إيه بعد كده؟ لا، ساعتها بقى أنا هتدخل ويعني هقف لها، وانت عارف ليه بسمع كلام. اسمع يا احمد، صدقني لو وافقت ان عزه تسافر السفريه دي هتشتريها طول العمر. فكر كويس. قلتليش بقى عجبك المطعم؟ مش عارفه اذا كان حلو زي الاكل بتاعه ولا لا. بص يا ستي، هو مش كبير، هو متوسط، هو نظام اسلامي شويه، الديكورات بسيطه قوي، اللون الغالب هو البني، وفي شويه نحاس على شويه موب كده. بتحب الالوان دي؟ انا بحب الالوان كلها بس لما تكون متوظفه صح. انت عارف بقى ان اكتر حاجه وحشتني من ساعه الحادثه هي الالوان. قول لي بقى، انت لولا الاوفر الريستورنت عامله ما كنتش هتغديني الغدوه الحلوه دي؟ ما انا قلت لك بقى انا اتلككت بموضوع الاوفر ده بصراحه عشان اشوفك. ليه؟ عشان وحشتيني. مش بس كده، انت كمان كنت عايز تعرف انا ليه ما سلمتش على كريم في الاوفر. بصراحه كريم كان خطيبي، وبعد ما حصلت الحادثه حصل اللي حصل سابني. يمكن سابني في أكتر وقت أنا كنت محتاجة له فيه. عايزة أقولك أنا تحديت الدنيا كلها عشان تحديت كل الناس عشان أتخطب، رغم أنه كان مطلق ومخلف، بس كان مفهمني أنه بيحبني. يمكن دي أكتر حاجة خلتني أستحمل كتير قوي عشان عارف يا شريف، الحاجة الوحيدة اللي عرفت أشوفها بعد اللي حصل هي كريمة على حالته. أصعب حاجة في الدنيا إنك تحب حد قوي تكتشف بعدين إنه كان بيخدعك. ساكت ليه؟ لا أبداً، أنا بس زعلت يعني عشان فكرتك بحاجة زي كده. لا بالعكس، أنت عارف أنا كل ما بفتكر بحمد ربنا، بحمد ربنا إنه خلصني منه. يلا كمل أكلك. لغاية إمتى هتفضلي متعذبة بالسر اللي مخبيه عن إيدك؟ إذا كان عامل معاكي كده وهو لسه معرفش، أمال لو عارف هيعمل إيه؟ ولا يمكن يكون عارف وهو ده اللي مغيره من ناحيتك؟
انت ليه شايله ذنب مش ذنبك؟ مين قال ان كل اخت مسؤوله عن اخطاء اخوها؟ قولي له الحقيقه، وهو لو بيحبك بجد مش هيحملك فوق طاقتك. اتفضل يا ادم بيه. شكرا. العفو. ادم ما رضيتش اكلمك في التليفون، قلت اجيلك على هنا. عايزين نروح الفيلا نشوف العمال وصلوا فين. يلا احنا نقضيها ضحك. يلا تحفة العفش يا نهى، تحفة. طبعا تحفة، مش ذوقي لازم يبقى حلو يعني. طبعا. طب تعالى اوريلك بقى عملت ايه فوق. تعالى. شفت دول؟ حلوين. الله. ايه رأيك؟ حلو قوي، دي اتغيرت خالص. انا بقى عملتها بكل الالوان اللي احنا بنحبها. لا ده كمان انت ركبت ال LCD والريسيفر وال انسى الحاجات دي خالص، مفيش الكلام ده. عشان بقى الاوضه دي بالذات انا مش هخليك تتشغل في اي حاجه فيها غير بيا انا وبس. طيب انا هستناكي تحت بقى. ليش انك كرهت الفيلا دي؟ لا خالص، لا. ليه بتقولي كده؟ اصل انا كنت فاكراك جيت لي البيت النهارده وانت ناسي اي حاجه ممكن تضايقنا. انا مش متضايق، انا بس يعني تعبت من الفرجه والطلوع والنزول. طب بقول لك ايه يا ادم؟ ايه رايك نخلي العمال يشطبوا الدور اللي فوق وما نستناش لاخر السنه نتجوز على طول؟ ويلحقوا؟ وحتى لو ما لحقوش نتجوز ونكمل بقيه الحاجات بعد ما نكون اتجوزنا اوريدي. وافق ايه يا ادم؟ اصل انا شايفه ان دي الحاجه الوحيده اللي هتخلينا ما نندمش على اي حاجه عملناها.